اهلا بكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. النهارده هنتعلم ازاي في الاوتوكاد نحدد الستايل بوينت. عشان نعمل الحكايه دي طبعا مهمه لما بيبقى عندي خط وعايز اقسمه، بنروح على هوم، ومن هوم بنروح على اوتيليتي، ومنها بنختار بوينت ستايل. طبعا البوكس دوت بيظهر لينا، ومنه بنحدد الشكل اللي احنا عايزينه. ادينا حددنا شكل، وفي اشكال تانية زي ما انتم شايفين حسب رغبة الشخص. طيب في حاجة اسمها البوينت سايز. البوينت سايز ديت ليها طريقتين، سيت سايز ريلاتيف تو سكرين، يبقى نسبة من السكرين، او سيت سايز ان ابسولوت يونت. ابسولوت يونت بيحدد مقاس. طبعا لما بنعمل زوم ان وزوم اوت بيتغير شكل المقاس، اما لما بيكون سيت سايز ريلاتيف تو ذا سكرين ما بيتغير. شوف احنا هنا لما عملناها طلعت كبيره عشان 5 يونت من كيونت ابسولوت يونت. طيب في طريقتين تانيين. في طريقه في الكوماند بروبت بنكتب دي دي بي تايب زي ما انتم شايفين كده، بيظهر لي البوكس ده على طول، ونختار ونعمل اللي احنا عملناه قبل كده. في طريقه تانية البي دي مود، ده بيديني بيطلب مني ارقام. الارقام دي زي ما انتم شايفين 0 و1 و2 و3 و4، وكل اللي انت شايفه ده بيديك اشكال مختلفه. طبعا دي مساله سهله جدا. شفنا 3 طرق لتغيير البوينت ستايل. بشكركم جدا، وارجو انكم تشيروا هذا الفيديو وتعملوا اشتراك في القناة، وكمان تزوروا موقعنا فوزي اكاديمي.com.